النهارده كمان دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء اتكلم عن التعديل الوزاري في الحكومه، وقال انه مش هيتم الاعلان عنه الا في نهايه الاسبوع بعد زيارته المقرر ليها للمملكه العربيه السعوديه. نعرف تفاصيل اكثر من سياده السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا سياده السفير. مساء الخير يا استاذه لبنى. اهلا وسهلا. الحمد لله يا سياده السفير. يعني هيكون امتى التعديل الوزاري؟ والله في التوقيت المناسب لسه لم يتحدد بعد، بس زي ما حضرتك ذكرتي في اولويات دلوقتي زي الزياره للسعوديه ومتابعه نتائج زياره رئيس الوزراء الليبي وبعض الاحداث الاخرى، انما في توقيت مناسب وبعد التشاور مع السيد رئيس الجمهوريه يصدر القرار السليم في بما يحقق مصلحه العليا للوطن. طب مطروح مثلا كم وزاره هيتم التغيير فيها يعني او بالنسبه لها؟ اتصور ان لسه هذه الامور كلها تدرس ويعني لم يتحدد بعد عدد حضرتك او حتى توقيت صدور القرار. طيب التعديل الوزاري اللي هيقوم به رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه الرئيس المؤقت يا فندم وفقا للدستور الجديد؟ يعني رؤيه السيد رئيس الوزراء بالطبع سيطرحها على السيد رئيس الجمهوريه ويتم التشاور وفي النهايه يصدر القرار المناسب. يعني رئيس الوزراء باقي في منصبه يا فندم؟ والله دي بقى راجعة للسيد رئيس الجمهورية، أتصور صعب عليا أن أصرح بهذا، السيد رئيس الجمهورية يرى الأصوب ويقرر. يعني إحنا بنتكلم تقريبًا في خلال أسبوع 10 أيام كحد أقصى ولا ممكن أقل من كده ولا أكتر؟ يعني حقيقي التوقيت مش واضح تمامًا لدي، بس حضرتك أول ما تتضح الأمور يعني يفيد حضرتك والسادة الإعلاميين.